يا اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده انا بكلمكم من البلكونه، لا من شوارع سنغافوره ولا من ماليزيا ولا من اندونيسيا ولا نيوزيلندا ولا استراليا، من البلكونه والله. ولابس التيشيرت اللي عليه علم مصر اهو، عشان يبقى يعني واحد كده مرتاح ومأنتخ يعني. انا عاوز النهارده اتكلم في بياعين الوهم اللي على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. في حاجتين لاحظتهم الفتره اللي فاتت، ان في ناس جايه تسالني كتير على موضوع كوك ايلاندز. واللي ما يعرفش كوك ايلاندز دي جزر مستقلة، ولكنها بطريقة أو بأخرى مرتبطة بنيوزيلندا. هي المفروض إنها على حسب ما بيقال فيزا فري للمصريين، يعني ملهاش فيزا للمصريين. فناس كتيرة بتيجي تقول لي، هو أنا ينفع أقدم على ترانزيت فيزا لنيوزيلندا كأن رايح كوك أيلاند وبعد كده أبقى أعمل لجوء لنيوزيلندا؟ الإجابة، أولا أنا مش شايف إن دي طريقة صحيحة، دي أول حاجة، دي مش طريقة قانونية. اتنين، مفيش حد في الدنيا هيعرف يقول لك اي حاجة على اللجوء من الاشخاص العاديين اللي زي حالتنا. اللجوء وحاجاته والكلام ده الوحيد اللي يقدر يقول لك عليه هو الحكومة النيوزيلندية، وعن طريق اكيد الاميجريشن ويب سايت بتاعتهم، اللي كل مرة اقول اسمه اللي هو او اليو ار ال بتاعه اللي هو www.immigration.govt.nz. ده المكان والسورس الوحيد من وجهة نظري انا اللي ممكن تلاقي عليه لو بيتكلموا على اللجوء. غير كده ما تسألش أي حد، أي حد هيقول لك أي حاجة فاكس، فكك منه بمعنى أصح، لأن كل الناس دي مجرد إنها بتبيع لك الوهم. اللجوء ليه قوانينه، ليه قراراته الخاصة بحكومة كل دولة. الحكومة هي اللي بتقول لك إزاي بتنظم المواضيع دي. إحنا كمواطنين عاديين للدولة ما نعرفش، إحنا كمواطنين عاديين ما ينفعش نقول لك حتى رأينا القانوني، لأن ده ضد القانون في نيوزيلندا. فأي حد هيكلمك في الموضوع ده فكك منه في الآخر. عاوز توصل لمعلومة حقيقية عليك إنك أنت تكونتاكت الإميجريشن نيوزيلاند وتسألهم، وهم يقولوا لك إحنا مش هينفع نقول لك أي حاجة لأن إحنا فعليا ما نعرفش. أي حد يقول لك أنا أعرف فده فكك منه، ده أولا. اتنين، فحكاية كوك أيلاند دي حتى بالعقل، يعني أنت عمرك ما زرت أي دولة في الدنيا، لا عمرك رحت في أي حاجة في آسيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا الجنوبية ولا أمريكا، ورايح كوك أيلاند اللي هي تعتبر آخر حاجة عن بلادنا العربية. أكيد طبعا الموضوع يعني باين قوي وشبه مفقوس، يعني مش هتكلم. وأكيد الناس اللي بتدي الإقامات أو التأشيرات أو أيا كان بيدوا حاجة في الحكومة النيوزيلندية أو الأسترالية أو الإنجليزية حاجة، فاهمين الدنيا وفاهمين إيه اللي بيحصل، وهم يعني مش هبل. تمام، دي أول حاجة. الحاجة التانية برضو من الملاحظ إن في ناس بتتكلم على حاجة اسمها إستا أو إي تي إيه، أو اللي هي بنسميها بالإنجليزي إلكترونيك ترافل أوثورايزيشن، وبيقول لك خد إي تي إيه مش عارف إيه. الإي تي إيه دي يا جماعة إلكترونيك ترافل أوثورايزيشن، أنا هتكلم بالنسبة لنيوزيلندا، دي للدول اللي من حقها أو لمواطنين الدول اللي من حقهم يدخلوا نيوزيلاند من غير فيزا. في عدد معين من الدول، انا مش فاكر الرقم، يعني ستينات او اقل من 60، يا 61 يا اقل يا اكتر، حاجه بسيطه مش فاكر الرقم بالظبط. المهم عدد من الدول من حقهم ان هم يدخلوا نيوزيلاند من غير تاشيرات، بس عشان يدخلوا نيوزيلاند لازم بيعملوا حاجه اسمها الكترونيك ترافل اوثورايزيشن اي تي اي، لازم تعملها. دي بتدخل اونلاين، بتملى شويه بيانات، رقم باسبورك، اسمك، شويه بيانات عاوزينها، تعمل سبميت. لو انت ما عندكش اي مشاكل خالص في خلال دقيقتين ثلاثه ماكسيمم بيجي لك الرد على الايميل بانك انت ابروفد انك انت تاخد الطياره وتيجي نيوزيلاند. دي الاي تي اي. الاي تي اي دي مش موجوده لكل دول العالم، فلو انت محتاج فيزا فانت لازم تقدم على فيزا، لان الترافل اوثورايزيشن از نوت ا فيزا، مش فيزا، مش تاشيره، دي مجرد ان هو بيقولوا لك بيسمحوا لك تركب الطياره وتاخد الطياره وتنزل البلد كده. كل دول العالم مطبقاها دلوقتي، او دول كتيره، نيوزيلاند واحده منهم. اي دوله في الدنيا، اي مواطنين دول العالم كلها اللي هم مش من حقهم في فيزا بيقدموا على اي تي اي، اكسبت او يعني اكسبت الاسترال. الاسترال نتيجه الاتفاقيات اللي ما بيننا وما بين استراليا من حقهم ان هم يركبوا الطيارات وينزلوا نيوزيلاند من غير اي ترافل اوثرايزيشن خالص، يعني من حقهم يركبوا الطياره ويجوا على طول. نفس الحكاية في استراليا. استراليا عاملة اي تي اي لمجموعة من الدول برضو، اللي هي طبعا اكيد مش محتاجة فيزا، بس في دول تانية بتقدم على اي فيزا، ايا كان ليهم السيستم بتاعهم برضو نفس الحكاية. تمام، فالاي تي اي مثلا لو انت، خلينا نتكلم على الجنسية المصرية بالذات، لو انت بتتكلم على الجنسية المصرية فانت ما ينفعش تقدم على الاي تي اي. الاي تي اي دي مش ليك، زي ما انا كده مثلا واحد نيوزيلندي بحاول اروح مثلا كندا، انا بقدم على اي تي اي. تمام، غير اللي محتاج فيزا لازم بيروح ال السفاره
ويقدم على فيزا. فمفيش حد يضحك عليك بموضوع الاي تي اي ده، عشان انا معرفش ازاي الناس بتضحك عليكم بالطريقه دي. لقيت ناس كتير قوي بتتكلم على الموضوع ده، اي تي اي مش ليك انت، لو انت مواطن عايز تروح نيوزيلندا ومحتاج فيزا لازم تقدم الفيزا بالطريقه اللي هم قايلينها في الاميجريشن دوت جي او في تي دوت ان زد. ادخل عليها وشوف بتتقدم على فيزا ازاي. تمام، النقطتين دول بس اللي عاوز اتكلم فيهم. النقطه الثالثه، اي حد بيقول لك اي معلومه على دوله عمرك ما سمعت عنها، ادخل بنفسك وتاكد بنفسك ان المعلومه دي صحيحه. لان كان في واحد يوتيوبر مشهور جدا بيتكلم على تونجا، مملكه تونجا اللي هي جوانب نيوزيلاند، وكان بيشجع الناس انها تروح. طبعا بما ان انا قلتها قبل كده في فيديو، بما ان تونجا دي جنب نيوزيلاند فانا عارفها كويس جدا، وعارف ان الدوله دي دوله اصلا الناس بتهاجر منها، يعني الناس بتمشي منها وبتحاول تسيبها. يعني هي مش دوله جاذبه للسكان خالص، هي دوله طارده للسكان، وكل املهم ان هم يعرفوا يروحوا استراليا يا نيوزيلاند، ده هم كده اهو. فانت جاي تقول لي اصلها فيزا فري للمصريين، فانتوا تروحوا وتتجوزوا وتعملوا بيت وتعملوا وتشتغلوا وتسووا الكلام ده كله فاكس. ويا جماعه ما حدش يدفع فلوس في اي حاجه غير اما تتاكد، واحسن سورس تتاكد منه من اي معلومه خاصه بالهجره او الشغل بره بلدك هو الويب سايتس الاوفيشال بتاعه البلد دي. يعني لو حضرتك عاوز تشوف ازاي تشتغل في سنغافوره، حضرتك تدخل على الويب سايتس الاوفيشال بتاعه الاميجريشن بتاعه سنغافوره وتقرا وتفهم، لان هم كاتبين كل حاجه بالتفصيل. سيم لو هتتكلم على نيوزيلاند انا قلت الويب سايت، سيم لو هتتكلم على استراليا هتدخل على imi.gov.au وبعدين ليها حاجه ثانيه اكتب كده بس اميجريشن استراليا، هتلاقي واحده منهم هو الاوفيشال كده. ادخل اقرا بالتفصيل على انواع الاقامات، انواع الفيز، تقدم ازاي، اليجيبل ولا لا، البوينتنج سيستم عندهم ازاي، بيقبلوا ايه ومش بيقبلوا ايه، كل الكلام ده انا قلته قبل كده كتير يا جماعه، كل الكلام ده مكتوب بالتفصيل. اي حد يقول لك كندا فتحت الهجره ل 200 الف مهاجر بدون اي حاجه وبدون لغه انجليزيه، ده فكك منه. زي ما الباشا اللي بيطلع على اليوتيوب ده يقول لك نيوزيلاند فتحت الهجره ل 200 الف واحد من بره وبدون شرط اللغه. نعم، انت هتدخل تتكلم جوه ايه ان شاء الله؟ لو اندي نيوزيلاند ما بروح بنتكلم انجليزي، بدخل اشتري من القهوه بالانجليزي، ستاربكس بالانجلش، بدخل كاونت داون اللي هو السوبر ماركت بالانجلش، باكن سيف بالانجلش. ايه هقول له انا بالعربي والنبي عاوز صابونه؟ ما هو انا لازم اتكلم انجليزي، فما فيش حاجه اسمها فكك وتعالى من غير انجليزي. تمام، ده يا شباب المفروض ان احنا كلنا نتجاهله، مش نمسك فيه ونقول له طب كلامك صح وربنا يبارك لك. ربنا يبارك له ايه؟ ربنا ياخده. مش ربنا ياخده، ربنا ينتقم منه. لان في الاخر في ناس بتدفع فلوس يا عيني وبتجهز نفسها وكلامه كله غلط في غلط في غلط في غلط، كل اللي هو عاوزه ان هو عاوز يلم فلوسه بس. يعني انا واحد من الناس لما بشوف الكلام ده انا بعمله ريبورت على طول، لانه مش حتى بيقول لك روح شوف الويب سايت، يقول لك ده فتحت مش عارف ايه وعاوزين 2 مليون مش عارف ايه وبتاع، ايه الكلام الفاكس ده؟ ما هو لو كده ما كانش حد غلب، كان اي واحد في الدنيا هاجر راح في اي حته. لا طبعا، الدول ليها قوانينها المنظمه لعمليات الهجره، كل سنه بتحدد اعداد المهاجرين اللي هيجوا لها، كل سنه بتقول الكرايتيريا انا عاوزه كذا، الوظائف كذا، البوينتنج سيستم بتاعتي كذا، هقبل ايه ومش هقبل ايه، وما بتبقاش فاتحه سداح مداح يعني. فاي واحد يقول كده ربنا يعني ينتقم منه سبحانه وتعالى وكده، لان هو فعلا 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 بيدمر ناس، وزي ما قلت قبل كده اهو بيخلي ناس تخسر فلوس وتخسر شقه وتخسر تعب، وممكن بيفكك اسره، بيعمل حاجات كتيره جدا، كل الحكايه عشان ياخد مشاهده زياده ولا 100,000 مشاهده زياده ولا مليون مشاهده زياده. انا شايف ان الفلوس حتى اللي بياخدها من حقه ياخد فلوس ويحاول يجيب فلوس، بس انا شايف ان الفلوس اللي بيحاول ياخدها بالطريقه دي حرام. عشان كده انا في فيديوهاتي لما بعمل فيديوهات انا بقول لك ادخل فيريفاي وتاكد الاول، برغم ان انا قبل ما بقول اي معلومه بالنسبه لي انا بكون متاكد منها مليون في الميه، يا اما حد جربها يا اما انا قريتها بعيني في الويب سايت الاوفيشال وبقول زي ما هم قايلين بالظبط، يا اما بقول لك وبعد كده برضو بقول لك ادخل اعمل فيريفاي، ما تدفعش مليم، ما تاخدش خطوه، ما تعملش اي حاجه غير اما تفيريفاي الكلام ده بنفسك. زي ما قلت لكم مثلا في بتاعه الجوبس بتاعت ماليزيا اللي انا لسه مطلعها من شويه وامبارح الكلام ده، انا دخلت بنفسي، صاحبي قال لي وانا اثق في صاحبي طبعا، بس دخلت بنفسي قلت ادور واشوف الكلام ده صح ولا لا، لقيته صح قلت لك، وقلت لك انت ادخل دور وشوف، وعملت لك برنت سكرين. تمام شباب، فككم من اي حد بيتكلم على مواضيع الهجره وبيقول لك وبيحاول يسهلها لك،
الهجرة مش سهلة، الهجرة مش معناها انها مستحيلة او صعبة، الهجرة محتاجة مجهود، محتاجة ان يكون عندك اكسبيرينس معينة، محتاجة يكون عندك خبرات معينة وسن معين وحاجات معينة والكلام ده. في دول بتسهل، في دول بتصعب، في دول بتفتح، في دول بعدها بتقفل، سنة بتقفل سنة بتفتح، بتختلف من سنة لسنة. لو عاوز تهاجر بلد لازم تقرأ عليها كويس وتفهم قوانينها وتفهم تهاجر ازاي، وعندك زي ما بقول كل مرة حلين. الحل الاولاني تقرا الويب سايت بتاع الاميجريشن بنفسك وتاخد خطواتك بنفسك بناء على اللي انت قريته وتمشي. لو انت ما عندكش القدره دي، وفي ناس ما عندهمش القدره دي بس وعاوز لك انا ادفع فلوس بس عاوز حد يساعدني في الموضوع ده، حلو جدا. كل بلد من البلاد دي، من استراليا لنيوزيلندا لكندا للولايات المتحده الامريكيه للمملكه المتحده في انجلترا، نفس الموضوع. كل دول بيبقوا عندهم حاجه بيسموها immigration consultants او immigration advisors licensed. licensed كلمة license دي مهمة جدا. licensed يعني ايه؟ يعني واخدين موافقة من الحكومة نيوزيلندية استرالية whatever ان هم يدوا advice، يدوا استشارات هجرة، استشارات immigration. يقدر يقول لك اه ده صح ده غلط، يقدر يقول لك لا انت المفروض تمشي بالطريقة دي، المفروض تمشي بالطريقة دي، تمام؟ امشي ورا دول. لكن اي واحد انا مش لايسنسد، عشان كده انا عمري ما بقول ادفايس ولا اقدر اقول ادفايس ولا من حقي حتى لو ما فيهوش عقاب قانوني، لكن انا اخاف الله ان انا اقول ادفايس تودي في داهيه، ما اعرفش. لكن الراجل الادفايزر اللي هو بيبقى درس خد شهاده الحكومه اديته لايسنس، فمتاكده ان راجل او ست طبعا يقدروا يمثلوا المتقدم للهجره. عندك طريقتين، بتدخل بنفسك تقرا وتعرف كل حاجه وتقدم بنفسك. دي الطريقه اللي انا اتبعتها لما هاجرت نيوزيلندا. انا قدمت بنفسي من غير اي حاجه، قريت الويب سايت وهبقول لكم انا عملت ايه في فيديو تاني ان شاء الله. ده واحد. والحاجه التانيه انا ما عنديش حمل اقعد واقرا واعمل والكلام ده وبتاع. يا باشا عندك لايسنسد سوري ادفايزرز، روح لهم. هتدفع فلوس اه، ممكن تاخد كونسلتيشن في الاول يا اما فري او فلوس قليله او على حسب من واحد لواحد بقى، دي انا ما اعرفهاش، وتفهم وتكمل لوحدك، او تقول لا انا هكمل مع الراجل ده او مع الست دي او وات ايفر. بتدفع لهم فلوس، الفيس بتاعتهم هم بيظبطوا لك الدنيا وبيقول لك ينفع وما ينفعش وبيوجهوك للاتجاه الصح، تمام؟ ده احسن حاجه. وفيهم كمان انا مش بس بعلن عنهم بس بقول لكم الافكار، ان فيهم ناس عرب، فيهم ناس بيتكلموا لغه عربيه، بيبقى اصولهم عربيه، لبناني اردني سوري مصري الكلام ده، موجودين في نيوزيلندا وفي استراليا وفي يوكي، وممكن ابقى اقول لكم قصص على الموضوع ده. فعندك اتجاهين، لكن تقعد على يوتيوب تدخل على فيديو يوتيوب انت ما تعرفش الواد ده اللي عامل اليوتيوب ده جاي منين، وفعلا واحد منهم واد مش اكتر من كده اهو، وانا عارف مكانه ويعني ما علينا، كل معلوماته غلط في غلط في غلط، وتلاقي جايب 200,000 مشاهده، معناها ان في 200,000 واحد اتفرجوا على الفيديو. هنقول لو 10% منهم هيبتدوا ياخدوا اكشن، يعني 20,000 بني ادم ممكن ياخد اكشن على الموضوع ده ويدفع فلوس ويطلع الكلام ده كله غلط في غلط لانه مش منطبق عليه. بس انا خلصت كده الرغي بتاعي النهارده. الموضوع ده اصلا يعني عامل لي فعلا وجع دماغ، لان انا بشوفه في كل حته وعلى الجروبات وعلى الكلام ده وبتاع، وتلبيس حيطه يا عيني، وناس بتدفع فلوس وناس بتخسر، وناس تقول لك انا دفعت وما حصلش، وده تهريج وده مش عارف ايه. لا هو تهريج ولا حاجه، القوانين واحده بالنسبه للدوله معروفه، مكتوبه بطريقه وبصيغه كويسه، مكتوبه ان ديتيلز وي كان سي، يعني مكتوبه بالتفصيل الممل في الاوفيشال ويب سايتس. لو انت مش عايز تمشي على الاوفيشال ويب سايتس، دور على لايسنسد اميجريشن ادفايزر، هو اللي يقول لك تعمل ايه ويساعدك. بس يا ده يا ده، الناس بتوع اليوتيوب دول فكك منهم، ممكن تسمع تاخد المعلومه تفريفاي. انا واحد بعمل يوتيوب وبعمل فيسبوك عشان اوجه الناس، مجرد عمليه توجيه، انا لا ادفايزر ولا هقول ادفايز، انا بقول لك في كذا، روح انت اقرب نفسك بقى وتعامل مع نفسك. نيوزيلندا جميلة كذا، نيوزيلندا عيوبها كذا، استراليا كذا، استراليا كندا كذا، دراسة كذا بتاع، لكن خطوات فعلية او الكلام ده ادخل اقرب نفسك وقدم، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. او عندك كومنت او عندك ابديت على الموضوع ده او حصل لك، يعني انا عاوز اعرف بس لو في ناس حصل لهم الكلام ده او اتضحك عليهم او اتنصب عليهم او مشي ورا ناس وطلع الكلام ده غلط، يا ريت تقولوا لي في الكومنتس، لان الحاجات دي مهمة جدا، عايزين نوعي الناس
بالموضوع ده. ويا جماعه اللي يشوف الفيديو كانت للاخر يعمل له شير، انا عاوز الناس كلها تعرف ان في نصب في الموضوع ده. ما تصدقش المشكله كلها ان في ناس طيبه قوي، يعني انا المفروض اقفل الفيديو دلوقتي، بس هو فعلا في ناس بتصعب عليا، يقول لك بتبقى ناس طيبه ومصدقه، مجرد انها تشوف واحد طالع على الفيديو خلاص هو بالنسبه لها هو كده خلاص، ده تراستد، ده مصدق، احنا نمشي وراه، هنهاجر ونروح احلى بلاد العالم بقى، نروح المملكه المتحده وهنعيش في لندن ويبقى معانا مرتبات 20,000 باوند في الشهر، الكلام ده كله. لا 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 لا، بالراحه بالراحه على نفسك، الموضوع عاوز مجهود وتعب، توصل ان شاء الله بس تمشي صح. الهجره خدوا بالكم ليها متطلبات، ما تفتكرش الواحد بيسهل لك الدنيا ان الدنيا سهله خلاص انا هعملها، في اوقات بتبقى سهله واوقات بتبقى صعبه، لكن انت عليك تعمل فيريفيكيشن وتتاكد من الكلام بس. شكرا لكم جدا، السلام عليكم.